وأوضح معاون مدير صحة صلاح الدين الصيدلاني عمر صباح شفيق أن المحافظ اطلع بشكل مباشر على واقع عمل المؤسسات الصحية، مثمنا توجهاته لدعم الملكات الصحية وتوفير جميع مستلزمات النهوض بعملهم. تم عقد اجتماع مشترك بين مدراء مؤسسات دار الصحة من القطاعات والمستشفيات، وترأس الاجتماع السيد محافظ صلاح الدين للاطلاع على واقع الخدمي والصحي في مؤسسات المحافظة الصحية. تم التطرق إلى العديد من المواضيع المهمة والاحتياجات الخاصة بدار الصحة، ويعني وعدنا أنه سوف يتم تنفيذها، حيث كانت أهم الطروحات هي تأثيث مستشفى التكريت التعليمي الأثاث الطبي، وأيضا تزويد المؤسسات الصحية ببعض العجلات الخدمية لتسيير أمورهم، وأيضا تم طرح توفير دور الأطباء والكوادر الصحية، وهي من المشاريع المهمة لإعادة توزيع الكوادر، وأوعد سيادته بحل أغلب المشاكل خلال الفترة القريبة القادمة إن شاء الله.